في نفس الوقت للضغط عليها سياسيا ودبلوماسيا وتلافي سيناريو الحرب حتى آخر لحظة، ولكن كل ما يجري حتى اللحظة يتحدث عن العكس. نعم أشكرك أشكرك حسين ودي، كنت معنا من طهران. مشاهدين، هذه الصور وصلتنا من يافا قبل قليل، هناك إطلاق نار، عملية إطلاق نار، والقناة 18 الإسرائيلية تنقل عن الإسعاف الإسرائيلي وصول بلاغات أولية عن 10 مصابين جراء إطلاق نار في يافا. ننتقل إلى مراسلنا أحمد دراوشة من حيفا. نعم أحمد، هل هناك تفاصيل عن عملية إطلاق النار أحمد؟ خالد، التفاصيل حتى الآن لا تزال أولية. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات أولية بإصابة 10 إسرائيليين، 10 أشخاص بجراح نتيجة لإطلاق نار بالقرب من محطة القطار الخفيف في المنطقة التي تعرف اليوم باسم شارع القدس، جدرات يروشلايم في منطقة يافا، واسمها القديم شارع النزهة أو شارع جمال باشا قبل النكبة. في تلك المنطقة محطات قطار مركزية، قطار يشبه الترام، ويبدو أن مسلحا واحدا أو مسلحين اثنين بحسب الشهادات المتضاربة حتى الآن أطلق أو أطلقا النار من رشاش، هذه المرة يبدو باتجاه أشخاص كانوا عند المحطة ينتظرون القطار. الخلفية بحسب ترشيحات الشرطة الإسرائيلية، الخلفية الأولية هي أمنية ليس جنائية. حتى الآن لا يوجد بيان نهائي واضح رسمي من الجيش الإسرائيلي أو من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. الآن وصلنا بيان من الشرطة الإسرائيلية قبل قليل، تلقت الشرطة بلاغا عن حادثة إطلاق نار في يافا، هناك عدد من المصابين، والشرطة الإسرائيلية ترجح شبهات بأنها أمنية. إذن بلاغ أولي من الشرطة الإسرائيلية يرجح أن خلفية العملية هي أمنية. عدد المصابين بحسب البلاغات الأولية للإسعاف الإسرائيلي هو 10 مصابين بحسب ما ينقل الإسعاف الإسرائيلي، وجزء من المصابين هو في حالة بالغة الخطورة بناء على الإسعافات الأولية التي وردت إليهم أو التي يجري الحديث عنها في وسائل إعلام إسرائيلية. حتى الآن لم يصدر بيان رسمي إسرائيلي نهائي يوضح ما الذي حدث، لم يصدر بيان نهائي يوضح أعداد المصابين الإسرائيليين. القناة 18 الإسرائيلية تذكر أن 4 من بين المصابين في إطلاق النار في يافا جراحهم توصف بأنها بالغة الخطورة حرجة. إذن 4 جراح بالغة الخطورة، وعدد آخر من المصابين في إطلاق نار بالقرب من محطة للقطار في مدينة يافا. نعم. خلال الدقائق